اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. السوق خميستي محدد بتاريخ 12/1/2023 تبارك الله، اللهم ياسين. شوفوا الاخوان اتمنى ديال الخرفه، الحمد لله الخرفه تامن زوت تبارك الله، راه دخلات وموجوده تبارك الله. خرفه تامن زوت، الله يسخر. امين. الله يجيب التيسير. هذه خرفه تامن زوت. تامن زوت. تبارك الله. الله يسخر. شحال السوق؟ عطوني 17 تبارك 17 و100 860 درهم. هذه ديال كزال. كزال. كزال ما تخرجوش. ما تخرجوش. ها؟ ما عنده ما يكسب. ها النعجه كل اللي دايره بولدها 17000. بالضبط الخرفه خاوت بزاف. الله يسهل الامور. الخرفه ديالك بزاف دابا. تبارك الله الله يسخر. تباعت. تباعت. 17 و100. الله يسخر. 860 درهم تبارك الله. كي تبارك الله دابا هذه ديال الحليب تتكون تتعطي الميزان. تتعطي بزاف كاع. تتعطي احسن من ديال العلف. بزاف يشروه. الله يسخر لهم. وعارف هو هزهم حتى وزنهم عاد يشرب. صافي. دار حسابه. دار حسابه. شو الحساب عاوتاني واش 80 درهم واش 90 درهم واش 70 درهم. أكثر من القانون حنا تهرسنا فيهم إلا. ياه. هو دار حسابه حنا تهرسنا. إوا كلشي على الله. كلشي في جنب. دابا الكساب باش ما باع ما عندوش مخرج. العلف غالي والبار غالي. إيه والفوراج. إوا كلشي على الله. لا شي مولد. الله يسخر لكم. امين. الله يعاونكم. امين. الله يحفظك. امين. الله يحفظك. هذه تامن زوت، هذه الاخوان مازوتيه، هذه خرفه مازوتيه. هذه تبعت 700 درهم، 14000 ريال باش تبعت 700 درهم تبارك. 14000 ريال. اللهم يسر. السوق تبارك الله راه عامر، الحمد لله الخير موجود تبارك الله. السلام عليكم الرئيس، كي دايرين؟ لاباس عليكم. الله يسخر. واش بقات هاد البركه؟ لا الخروفات. الخروفات عطاو 15. 15 شونس تبارك الله. 775 ديال تيم حضيت. كاين شويه تشاري اليوم؟ تبارك الله السوق زوينه. الحمد لله تبارك الله. شحال كنتو لها البيع؟ 16 825. الله يجيب التيسير. الله يرحم الوالدي. 825 مش قطعة. خير موجود تبارك الله. خروفة كما تشوفوا تبارك الله. اللهم يسر. الحمد لله. السلام عليكم. اهلا لاباس بخير. الله يسخر. واحد عزيز ابقى شيبان. ايوا غير كما يسرح شويه. ايوا كلشي على الله ما فيها باس. صافي نقول له السوق ها هو هذا الوالد انت شتي. الله يجعل الله. قول اش بغيتي تجي للسوق ما عندك ما تجي دير. الله يجيب التيسير. الحمد لله. اخويا انا اجي نشوف 15. بقيتي تبع الخروف ديال 15 شديتي. الله يسخر. شحال عطاو هنا اخي؟ 14600. 730 درهم. شحال كنتي لها البيع؟ 15. الله يجيب التيسير. 750. الله يسهل الامور. الله يسخر. تبارك الله. اللهم يسر. خير موجود الحمد لله تبارك الله. شوف هذه راه تبعت. السلام عليكم. الله يسخر. شحال خلينا؟ خويا عاطي 95. 9500. 475 تبارك الله. شحال قلتي لهم خالي حدو؟ 11. ويجيب الله التيسير. الله يسهل الامور. الله يسخر. تبارك الله. 475. اللهم يسر. شحال خلينا هنا؟ جملة هذه وهذه 14300. الله يسخر. 715 درهم جملة هذه وهذيك اللي منها. الله يجيب التيسير. الله يرحم الوالدين. دي تباع 710 درهم باش تباع تبارك الله. 710 درهم. 690 درهم. الرئيس ثاني خلينا
ماشي بخير لاباس كل غبوره انت هذا اوليدي الحمد لله كل شيء بخير الله يحفظك الحمد لله اش واصلين هذا 13 650 تبارك الله يا جماعة إلا خربتها تمشى شوية بركة يجيب الله تيسر السمانة ما كايناش تيقلبوا عليها إيوا كل شيء على الله شوف هذا ديال الرشو تاهي الدعايات إيوا الله يدير الخير الله يجيب تيسير الله يسخر وهاد المعيزة هادي شحال عطاو فيها؟ شفت تبارك الله هاد المعزة هادي راه والدة هاد المعزة هادي والدة ذكر شحال عطاو فيها؟ 17 850 درهم ذكر ياك 850 درهم أمي عبيد يا خوانو الله يسخر كاين باع لنا واحد شي خروفات وحده مجنون دوك ميكا هادو النيت ولا؟ لا 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 شي سوق الخميس الفايته وعبد علي شحال عطاو في هذا اخوانو؟ 20 شحال هذا؟ 14 700 درهم تبارك الله يسخر على ذكر الاخوان بالنسبه للاخابيد دابا راه على حساب خروفه يعني شرا السيمانه الفايته كانت شي وحده مجنونه عندي في القانون ديال الكتيبه ما خصهاش تفوت سيمانه الا فات سيمانه يعني ما تتسال والو ولكن في السيمانه خصك تردها له حتى لا ما حضرش مولاها تعطيها اللامين اللامين ديال السوق تولي تيتكلف بها اللهم يسر خير موجود تبارك الله اللهم بارك خروفة خروف تبارك الله كل شيء موجود السلام عليكم الله يسخر هانية الله يسخر الله يجيب تيسير الله يحفظك واش بقاو هادو 17 و700 اكسابيات 17 و700 885 درهم تبارك الله شحال كثير من البيع؟ 20 جوبا 20 اللي يجيب الله 1000 درهم راهم المتابعين ديالك الله يخطيك الله يحفظك مرحبا مرحبا تبارك الله اللهم يسير الدراري ديال الازرق الله يجيب تيسير بالنسبة للناس اللي تفرجوا فينا الإخوان ميسا واش يخليونا نسمع تحياتي لكم اللهم يسر داك دينا له الغنم بحال هادي شرينا له ب 12000 شرينا له ديت له وحده تاليه كاع ب 10000 و 100 دريال وغنم فابور وقرب بيلا فابور فابور ملي توسخت وعيط عليا مع ما كانش فيه رما قال لي قلت له شوف ما عجباتكش نجي نجيبها كاع ما نكثروش الهضره الغنم سبحان الله 3 دريال 12 و 13 ريال السوق على سوق بدات طالعه كل شيء الله الله يسخر الله يسهل الناس دابا اللي عندهم كليان بالنسبة للسي عصور دابا راه كاين كليان ديالو تيتحمل معاه مدة بقى مشكل دابا السيد خاوي عند الكوري قال له خص تعمر ليا الخروفة ما لقى باش يعمر انتم الاخوان دابا نسولوا هاد الخروفة شحال عمي حميد باش تبعت هادي اخوان؟ هادي 17 سنة الحليب 850 درهم هادي عبد الحميد هادي هادي غير ثنيه ولا رباعيه؟ ثلاثيه ورباعيه شحال باش تبعت هادي؟ 16 ونص 825 825 تبارك الله عليك الله يحفظك اللهم يسر كاين فرق كبير انا جاي كاين فرق كبير اخوان النعجه هادي تبارك الله ثنيه رباعيه سداسيه هادي خروفه صنع الحليب خروفه غاليه على 42 هادي 850 درهم تبارك الله 850 درهم مقارنه الاخوان عطينا لكم تبارك الله ما بين خروفه والنعجه والله يدير الخير حتى الا مشى الثمن على هكا حتى النعجه راه غادي تزيد طلع حتى هي